الحرية للصحافة. يحدث أن تتكرر الوقفات الاحتجاجية المطالبة بوقف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين، لكن ما لا يجب أن يتكرر هو صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الانتهاكات. ففي جنيف وتحديداً في ساحة الأمم المتحدة نظم التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان وقفة احتجاجية للمطالبة برفض ووقف الانتهاكات الحوثية، خاصة فيما يتعلق بتجنيد الأطفال وزجهم بالصراعات التي تخوضها الميليشيا. انتهاكات يقول منظمو الوقفة الاحتجاجية إنها قد لا تكشف الحقيقة كلها، لكنها أظهرت ولو جزءا من حجم القمع الذي تمارسه الميليشيا بحق المواطنين في اليمن.